Now we have intraoral examination. It includes systematically checking of lips, labial and vocal mucosa, floor of the mouth, tongue, hard and soft tissue, oropharynx, muscle of mastication, lateral medial and medial pterygoid, masseter and temporalis, teeth and gingiva, orifice of duct of the parotid and submandibular glands. يعني يشمل الفحص مثل ما قلنا قبل شوية الشفاف وال ليبيا والميكروزال القاع الفم واللسان واللهات والمفصل عضلات المضغ اللي هي اللاترال ميديال تريكويد ومسيفر والكامبانس والكيف الأسنان والجنجال واللثة كلها الفتحات مال الغدد المعدية كلها خلينا نتحصل. The oral examination should start with the extent of mouth opening, which is described in terms of patient finger with two, three, or four fingers. احنا مدى فتحة الحلق يعني ايش قد واحد يقدر يفتح حلقه وهاي اصابع البيشن مثلا تقاس مثلا اثنين او ثلاثه او اربع اصابع الفتحه مالت الفم. Check if there's any deviation during the mouth opening. شوف اي حركه يمنى يسرى من واحد يفتح حلقه. Look for all hygiene, good, fair, poor, very poor. شوف على ال الهايجين يعني الهيلثي مالت الماوث مثلا زين لو نظيف لو وسط لو فور يعني تعبان لو فيش تعبان اللثة والحلقة يعني هواية بالتسوسات اللثة يعني طبيعة صحة الفم يعني صحة هاي صحة الفم تشوفها تشيك ريفيك ذا لب اون تشيك وذ ماوث ميراك تشيك ذا فيستيبيول اون فلور اوف ذا ماوث يعني مش استخدم وخر يعني ابعد الشفة وال الخد بواسطة المرآة وشوف قاع الفم شوف الدهاليز الموجودة فوق وجوه افحصها examine the orifice of salivary glands شوف الفتحات مال الغدد الرئوية إذا مرمى أو إذا صايرة حمرة أو تطلع جراحة أو أي شيء تطلع examine the dorsal ventral and lateral surface of the tongue for presence or absence of papillae, fissure, ulcer, growth, induration, and anterior and lateral movements. يعني بشوف اللسان يعني ظهر اللسان باطن اللسان صفاح اللسان كل شيء كذا شوف الزعيبات أو شو يسموها البابيلي الموجودة اكو انواع فات اللي موجوده في اللسان شفت موجوده اكو فد فيشرز فد خطوط باللسان اكو فد تقرحات اكو فد ورمه اكو فد اذا تنزه يعني مكان يعني قوي حركه خلي مد اللسان مالته اللي قدام حركه يمنى يسمع حتى يشوف حركه اللسان هارد اند سوفت فلت examined for any swelling, ulcer, sinus, and perforation. اللهات العظمية واللهات اللينة اللي صايرة ورا اللهات مالتها القوية إذا أكو أي ورم أكو قرحة أكو فد مكان يطلع منه جراحة أو أكو فد ثقب
Mucosa checked for presence of tobacco irritation, leukoplakia and pigmentation. الميوكوزا اللثة كلها نشوفها إذا أكو بيها في التخدشات مال الطحين مال التبغ، إذا أكو في ورمة بيضة اللي كنت بيكي نوع من أنواع البناين هي من لبنان، أو إذا أكو في التصبغات pigmentation. The gingiva exam examined for stippling color and size of interdental papilla. أكو هيك مثل بالجنجفة باللثة تكون ما أدري استقلين شنو بالعربي يسموها، اللون مالتها، الحجم مالتها، الانتردنتال بابيلا بين الأسنان، هاي اللثة بين الأسنان مثل شوف إذا وارم أو مو وارم. The presence of calculus of cells. أكو فد ساينس، أكو فد جذر يعني موجود جذر يعني مفروض. Check for the presence of any pocket. أكو جيب أو periodontal disease أو مرض يعني التهاب لثة. Eye swelling شوف هاي بالفم شوف باللسان ورمة. هنا أنا هنا أنا هذا شهادة السرطان شلون يصير هنا هنا أنا بالوسط يكون ديد وهذا الأبيض نكروسيس ميت، وهذا شوف إنديريت شوف هاي دربة دربة هاي كلها قوية مرتفعة من هنا السير. هنا أنا التورس بالاتيني يسموه هذا ورم ورمة، بس ورمة مو خبيثة، عظم هاي عظمية هنا أنا. بالوسط مالت البلد هاي من واحد يسوي تخم لازم ينشال اذا موجودة. Teeth examination مثلا نشوف نفحص الاسنان. Check for size, color, structure, change of teeth, eruption status of teeth, retained deciduous teeth, any trauma to teeth. يعني نشوف الحجم، اللون، شنو متغير بالستراكشر مال التوث، اذا طالع الاسنان بوقتها، اقوى جذور يعني متبقية مال الاسنان لبنية، يعني اقوى في الضربة بالاسنان. The primary examination technique for evaluation of the teeth include اول شيء شنو احنا يعني مبدئيا شنو راح نفحص؟ Visual inspection نشوف بعيننا، بعدين بالبروبينج percussion نضرب، trans illumination بالاضاءة. Examination of carrier's tooth require them good light source, mirror, sharp explorer, air syringe are the most basic tool for required. حتى احنا نفحص ال التسوس يعني السم المتسوس نحتاج الى ضوء يعني نظر للاناره زين، مرايه فوق يكون حاد، السرنجة اللي تدفع لنا الهواء موجودة بالجهاز حتى ننشف المكان ونفحصه، هاي كلش مهمة بالنسبة للفحص. كيف فور اوكلوجن شوف ال 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 الفك مالته، هاي طبعا هاي ماكو داعي انتم تعرفون التفاصيل مالته، بس اكو الكاسون هو نورمال، هو ناخذ طبعا ناخذ الفيرست مولر هو اساس الريليشن مال الابر واللور جو بواسطة ال first molar. هذا ال classification عندنا class 1 class 2 class 3، بس نشوف تعرفون لازم هالكلاسات ما في داعي تعرفون شنو. class 1 هو normal بس تشوفون، class 2 الفك رايح لي ورا، class 3 الفك رايح لي قدام، هذا صاير تعرفوها انزين. وهاي شوفوا احنا هنا مثل ما تشوفوكم هنا بواسطة البروف نقعد نفحص السن اذا اكو اي نكاج معناتها اكو تسوس. هنا انا شوف فراكشر فيه، check for presence of tooth attrition. هنا انا هاي التركشن check for presence of for tooth attrition is a physiological
wearing away of skin as a result of tooth-to-tooth contact as an investigation. شوف هذا الاجريشن، شوف يعني ضغط من الاسنان فوق اليوم، واحد نبات يقرب اسنانه بالليل يقرب اسنانه، هاي يصير عندهم هاي الحاله يتاكل السم، يسموها هذا الابريشن. الابريشن اتريشن، وبعدين تشيك فور ابريشن فريكشن بين توث اند اكزوجينس ايجنت. هنا انا توث بين السن واسنان وفد شيء خارجي مثل الفرشة مال اسنان بالفرشة فد شيء ابي صار ابريجن. Check for erosion is irreversible loss of dental heart tissue by chemical process. هنا انا اشوف هاي متاكد هاي لان واحد مثلا كيمياء حموضات اكل اشياء حامضه هوايه فياثر على هاي يعني تنزع طبقه من الدنتال تيشو. Check for mobility of the tissue في الموبيلتي مو يتحرك السن ولا check vital tissue في السن اذا يعني اذا حي يعني ميت او حي السن باسطة يعني vital tissue والبركشن هاي قلنا حتى نضربه اذا نشوف افقين ولا. هسه نجي للانفستيجيشن، خلصنا الاكزامينيشن، هسه التحاليل اللي نسويها هيماتولوجيكال انفستيجيشن مال دم، يورين اناليسيس مال البول، بايوكيميكال انفستيجيشن مال المال يعني ان شاء الله سولت الشوجر هسه لازم نسويها، راديوغرافيكال انفستيجيشن اشعه، هيستوباثولوجيكال انفستيجيشن نشوف الباثولوجي الموجود بالخلايا بالانسجه، مايكروبيولوجيكال انفستيجيشن مايكروبيولوجي على الفيروس على البكتيريا، سايلوغرام هاي مالت الغدد اللعابيه، سيفالومتري او بي جي ام ار اي سي تي سان هاي كلها نستخدمها في الاشعاعات الخاصه هاي. الراديوغرافيكال انفستيجيشن يوز تو جيف انفورميشن اوف ذا هيدن فري هارد اند سوفت تيشو، يعني تعطينا معلومات عن الاشعه اللي ما نشوفها احنا بالسوفت والهارد تيشو حتى نفهم شنو بيها ناخذ لها اشعه. Pre-operative clinical assessment may be supplemented sometime by pre-operative radiograph. يعني clinical assessment تحتاج نوبات، نحتاج إلى 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 أشعة قبل ما نشتغل العملية أو الشغل مالتها. Both pre and post-operative is operative is necessary قبل وبعد العملية نحتاجها بعض الأحيان. Show curved root, large cyst, carries exposure of pulp. يعني إذا تشوف إن إذا الروت كان الجذر كان أعوج أو أكو فتيس أو أكو إكسبوجر اللب مالت السن من الشغل الكيرز من نشيل النبات نصل للقلب، فإحنا ما متأكدين واصل ولا ناخذ أشعة ويبين لنا. انترو أورال داخل بالحلق أكو عندنا ثلاث أنواع، بري أبيكال أوكلوجن أند فايتال. هاي في ابيكال حتى تبين الابيكال اريا كل السنة تبين اياه هنا جايت وين بس تشوف ان الفاونات اكثر شيء حتى اكثر شيء حتى نشوف الحشو هنا على الفري ابيكال اريا، وهنا الاوكلوجر حتى الاوكلوجر سيرفيس يطلع لنا والبلد كلها تطلع لنا. هاي الاوكلوجر مالت الابر ومالت اللور كلها. الاكسترا اورال ان او بي جي اوستو فانتوموغراف هذه حتى اشوف كل الفم، وبي اي هنا الاماميه فيو اوف ذا سكال اون جو اي تي كي ام جوينت فيو سبيشال انفستيجيشن لايك سيلوغرام ام ار اي سي سكان سي بي سي تي هذول كلهم همنا خاصه. بلاد بريشر ديترمينيشن الضغط قلنا من البداية، فيتاليتي تيست نقيس السن إذا هو ميت أو لا، هوت
ابلكيشن باي هوت انسترومنت، نحمي كذا آلة ونشوفها، نخليها أحسن إذا يخلص معناته تسن يعني فايتال. بعده كول ذا ابلكيشن، إذا في شي بارد نشوف الإيثل كلورايد، نحمينا نحطها أحسن بالقطمة، تويزر نلف القطمة على التويزر ونخليها نقمصها بال الإيثل كلورايد ونخليها أحسن إذا يحس بالبرودة أو لا. الإلكتريكال بالب تيستر تو تشيك ذا توث ريسبونس، هذا الإلكتروني بالب تيستر يسموه، هذا يشوف إذا يحس بالتوث لو لا. لابراتوري تيست، تيست فور بليدنج بلود شوجر، فور بلود شوجر بايوبسي يوز فور كونفيرم ذا دايجنوزي، هم يعني نشوف الشوجر السكر بالدم، والبايوبسي ناخذ قطعة من هذه من التشو، هو يعطينا النتيجة النهائية التشخيص النهائي. روتين يوز هيماتولوجيكال انفستيجيشن انكلود تحاليل الدم النهائي، توتال ريد بلاد كاونت، كرات الدم الحمراء، اتش بي كونسنتريشن، ال اتش بي، الهيموغلوبين، ريد بلاد سيل اندكس، الخلايا indices total white blood cell count، عدد الكريات البيض، و differential white cells، نطلع ايش قد الليمفوسات ايش قد المونوسات وهكذا، الإريثروسايت بنفيشن ريت الـ ESR، bleeding and clotting coagulation disorder، نشوف بليدنج كان وال ايش كذا يعني مدة النزف ومدة التخثر، وفاشل ترومبوبلاستين كان من هنا مال التخثر، يوروناليسيز هاي هم مع اليورين كل اللايكوجيريا وكل هذه الكيكوجيريا هكذا في اليوروبين نستخدمها. السكين تيست خلينا نعمل انتروديرمال انجكشن هو السكين تيست اللي هي مطلوبة بس العناوين مطلوبة تعرفوها. الاسبريشن بالدرول اوف، هذا الاسبريشن فلويد بالدرول اوف فلويد فروم ذا بريكريتي، عم نسحب سائل من اي مكان مثل بريتونيال، نشوف مثلا اذا اكو فاسس نسحب من عنده. اسبريت يوز فور كلتشر اند سنسيتيفيتي تيست to identify the pathogen، مثلا إذا عندنا في الورمة ورمة نسحب من عندها سائل حتى نسوي نزرعها ونشوف ال pathogen شنو سبب الماكرو أورجانيزم شنو شنو. هيمنجيوما بلوش blood is aspirated، بالهيمنجيوما هاي ورم دموي يطلع لنا ازرق في زرق لويس، نسحب يطلع لنا دم يلوش لايت فلود، خاص اذا اذا اصفر وجراحة مثل يصير بال بال بالابسس يصير عندنا ورمة، وعندنا لو شوية فلويد عندنا سلفر جراي بالأكثر ما يكون سيكون من الوان بكتيريا، هذا الاستريشن اللي يسوي الاستريشن المليان. البايوبسي عندنا بايوبسي is the use of to confirm the، يعني حتى تأكد آخر شيء للتأكيد مال التشخيص مالتنا هو البايوبسي. عندنا تو تاب نوع من البايوبسي، عندنا incisional بايوبسي، take a small piece of the lesion for histopathological examination. الانسجنال هذا شوفوا ناخذ جزء صغير من الـ من الـ الورمة ونفحصها بالهيستوباثولوجي مالتها. اكسجنال ناخذ كلها كلها ناخذ هالورمة ونفحصها. وهنا انا اكو بانش بايوبسي وخزة صغيرة.
الديكشن فور بري اوبراتيف رينجي، بس ايش كنت نستخدم قبل العمليه او قبل القلق اكستراكشن. هيستوري اوف ديكتال اكستراكشن واحد، يعني عندي ديكتال اكستراكشن يعني قبل انه شال كل الصعب. اكوت ابنورمالي ريزيستنت تو فورس اكستراكشن، عندي استخدم الفورس ليش لا نشوف ادي او ما دي لا any tooth in close relation to the maxillary sinus or inferior dental nerve or dental nerve. يعني اي اذا التوث قريب على maxillary sinus او inferior dental nerve او dental nerve. All third molars or misplaced with سن العقل او الاسنان اللي مكانهم مطلعي. Fall place teeth because they are very brittle. It could end similarly as you fall, ساحين من الأسف. يصير كلش هش. Any tooth subject to trauma because fracture of the root or of the other one. Any السن المعرض للضربة يجوز مكسور، هو يجوز العظم مكسور لازم ناخذ له أشعة. Any partially erupted or unerupted tooth. السن اللي هو مطالع او جزئيا طالع من الناحيه، اني اي زي لايك دور اوفر ايرفكت السن اللي هو حدا قاعد خاصه مع الكبار هم يكون بريتل والان اوفر ايرفكت السن اللي طالع يعني زايد. اني توث ويز اب نورمال كراون او ديكت ايرفكشن اللي بي 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 يعني سن الكراون مالته مو طبيعي او اوجد مشكله بالإيراكشن. هسه خلصنا احنا سوينا الهيستوري وسوينا الاكزامينيشن وسوينا الانفستيجيشن، هسه احنا نطلع التريتمنت بلان. التريتمنت بلان must be designed to suit the patient general and medical condition. لازم احنا التريتمنت بلان مالتنا اتوالم او انشاء نسويها نرتبها بحيث ترهم على الجنرال كونديشن والهيلث مالت البيشنت، تترهم له حسب شنو طلع عند البيشنت. لازم احنا نرتب التريتمنت بموجب هالاشياء اللي حصلنا عليها. This depend هاي تعتمد على شنو؟ thorough pre-operative assessment of any difficulties which may occur. احنا بيجي حالة قبل العملية راح احنا نخلي نشوف شنو راح تواجهنا مشاكل اثناء، نشخص المشاكل اللي راح تصير عندنا اثناء ما راح نشرب. Advantage and disadvantage of various methods of راح نفهم شنو يعني أهمية وعدم أهمية العلاجات الموجودة، يعني يا علاج إنه عدة علاجات يا هو بفائدة ويا هو ما بفائدة، يعني حتى إحنا نختار to choose between better، يعني حسب الأدفانتج مالته إذا زين أو إذا مو زين ما نستخدمه. Local or general anesthesia better to be used with pre-medication or without. مثلاً البنج موضعي راح نستخدم لو بنج عام راح نستخدم زين. لوكال انستيزيا نريد يعني نحتاج ناخذ بري ميديكيشن ناخذ شيء قبل الانستيزيا لو ما نحتاج. شكرا جزيلا، انتهت المحاضرة.